السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة الريفيو بتاعنا عن كتاب البايونير في الجرامر وليفل 1. الكتاب اولا سعره ممتاز جدا، وكمان هو مناسب جدا لجريد 1 و 2 و 3 لغاية رابعة ابتدائي. هنشوف معانا الكتاب ايه محتوياته وماشي ازاي وطريقة عرضه، ويا ترى في الاخر عدد صفحه كام وسعره كام. تابعوني نشوف البايونير من جوه الكتاب، بجد غاية في الروعة. جيت هنا واول حاجه ده الكونتنت بتاعه، وبجد يعني ما شاء الله اما تصفحت الكتاب من جوه. الكتاب لازم نطلق عليه اسم كتاب الناس اللي عايزه اولادها يكونوا متفوقين او كتاب المتفوقين. بجد الكتاب ممتاز قوي وكمان اسلوبه سلس. اول حاجه مديني السيمبل سنتنسز، ومديني الاسماء والافعال، ومديني الحاجات اللي تعد، يعني الاشياء اللي بتعد والاشياء التي لا تعد، ومديني اكسرسايز عليهم. وده كمان بقيت الايه الكونتنت بتاعه، المحتوى بتاعه اهو. طبعا مش هقراه كله، ومديني الفيرب تو بي، بعدين مديني اكسرسايز والفيرب تو هاف واكسرسايز، بعدين الفيرب تو دو واكسرسايز عليها، وفيرب كان واكسرسايز، وفيرب لايك، وبعدين مديني اكسرسايز مجمع عليهم. ايه ده، بسم الله. لسه كمان الكونتنت بتاعه مستمر اهو، تمام. الزير از والزير اور، وبالنفي وبالاثبات، والهاو ماتش وهاو ميني، وايه تاني، جيفنج اوردر، ان انا ازاي اعطي اوردر. كمان الباست سمبل تنس، ومديني ازاي ان انا اعمل كويتشن، والبريزنت كونتينيوس تنس، وازاي ان انا اعمل عليهم اكسرسايز. ايه تاني، الفعل الايه المتبوع باي ان جي، وحاجات كتير قوي يا جماعه ما شاء الله. نشوف من جوه الكتاب عامل ازاي. اول حاجه هو هنا شرح لي ازاي الجمله البسيطه وايه مكونات الجمله البسيطه وبتتكون من ايه. هنا عامل لي اكسرسايز اول حاجه على الاسم والفعل، حاجه بسيطه كده، مبين لي ايه هي الافعال وايه هي الاسماء، ومفرق لي ما بينهم، ومديني اكسرسايز عليهم. مديني هنا كمان الادجكتيفز والادفيربز والفرق ما بينهم، تمام اهو. مديني جدول بيانات للفيربز والناونز، مديني قواعد الاسماء، والاسماء دي المفروض الاسم يكون عباره عن ايه. طبعا مديني حاجات كتيره جدا، مديني تيبلز عشان يبين لي كل حاجه بتتجمع ازاي اهو، ازاي كل اسم بيجمع، في استثناءات للقواعد. حاجه ممتازه جدا بصراحه ربنا، مديني النهايات بتاعه الفيربز، ازاي النهايات ديت بيتم جمعها، وبعدين مديني اكسرسايز كتير عليهم. التعريف بقل اللي هي ادوات المعرفه، والاكسرسايز بتاعته اهي. طبعا مش هفر في الكتاب سنه سنه، بس هو ما شاء الله ماسك لي نقطه نقطه، مش سايب نقطه، مديني الشرح بطريقه دقيقه جدا، علشان مش لازم خالص انك تكون مدرس انجليش عشان انك تقرا الكلام ده وتفهمه وتشرح لاولادك بشكل سلس اهو. تبقى المدرس بتاع ابنك، ومش شرط ابدا تكون مدرس انجليزي. فيرب تو هاف واكسرسايز عليه كتير اهو، فيرب تو دو، وطبعا شرحه بالاثبات وبالنفي وبكل حاجه، والتمارين عليه اهوت ما شاء الله. فيرب لايك، طبعا اكسرسايز كتير، الشرح فيه وافي جدا، والشرح باللغه العربيه، وكمان مش سايب نقطه غير وجايب عليها مثال واثنين وثلاثه. الكتاب اقدر اقول انه من اقيم كتب الجرامر اللي انا شفتها لغايه دلوقتي، وبقى فيه في السوق منافس جديد جدا ومنافس قوي قوي، وهو بايونير جرامر. الكتاب طبعا ما شاء الله، يعني انا مش عارفه افر فيه خطوه خطوه وصفحه صفحه، لان هو كام 150 صفحه يا جماعه، وفي النهايه جايب لي كتير قوي ريدنج، كتير قوي ريدنج اهو، كتير قوي ريدنج، واستخدامات الازمنه، استخدامات الازمنه واستخدامات كل حاجه. لقيت كتاب ممتاز 150 صفحه، سعره فقط 75 جنيه، موجود عندنا كميات، موجود عندنا شحن لكل المكان، وموجود عندنا شحن اونلاين، والشحن بتاعنا من يومين ليومين ونص 3 ايام، وصل لك لحد باب البيت. تابعوني دايما.